بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تحصى، وأعظم هذه النعم نعمة الإيمان ونعمة القدوة المتمثلة في محمد وآله عليهم السلام. ذهب اللي صنعته هند وراجلها والأمويين، لأن الصراع كان قبلي، والقبيلة هذه اللي معروفة بالزنا والخنا والفواحش كانت تنافس أهل الطهارة أهل الوحدانية، كانوا موحدين بني هاشم، وبقات تخطط. لما شافات استولى النبي على الحكم وتبعوه الناس، قالت ندخل في الإسلام كما جماعة ديزنف مارس ونشوه هذا الدين ونستعمله لصالحي ونشوه هذا النبي. وشوهاته فعلا كما أرادت، والنبي مشوه في كتب تراثنا، يعني النبي تاعنا مشوه. أنا واحد سلفي خطرا نتناقش معاه في عبس وتولى، هذه عند السنة عبس وتولى، وشنو قال لك النبي؟ صوروه كشغل النبي ان بوليتيسيان يبحث على الناس اللي بورجوا باش يدخلهم. قال لك النبي قاعد مع سادات قريش وباش يدخلهم في الاسلام، وجاء ابن ام مكتوم راجل مسلم اعمى يتكلم مع النبي. النبي عبس في وجهه فعاتبه الله عبس وتولى. تصور ربي في القرآن يقول ولا تطرد في سورة الأعراف الله أعلم، فتطردهم، ما تطردش الذين آمنوا، فتطردهم فتكون من الظالمين. يقول للنبي ظالم. ربي في سورة الكهف يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا هم البرجوا، هذا من الناس اللي عندهم مكانة في المجتمع وهما ما يسواش عند ربي بعرة. قال لك النبي هو الآية عبس وتولى، هل قالت النبي؟ مثل ثانية اثنين هم في الغار، هل ذكرت الخليفة الأول؟ ما ذكرتش، الآية مبهمة. ثانية اثنين هما ثلاثة ديجا، عبد الله بن أريقط ونفرض الخليفة الأول والنبي، ربي ما عرفش يهضر العربية، يقول ثالث ثلاثة ورا عبد الله بن أريقط. كذلك في الأمر الآخر، في الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وآله ما 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 ما, ما, ما ينطق عن الهوى، ما يعبس في وجوه أصحابه. نعم قلت له هذاك اللي عبس، الآية مبهمة، عبس وتولى ولا ثانية اثنين؟ قلت له اللي عبس في وجه ابن أم مكتوم راهو ماهوش النبي، راهو عثمان الخليفة. قال لي استغفر الله استغفر، قلت لكمش باللي دايرين الصحابة خير من النبي؟ استغفر الله. قلت له تقبلها من النبي انه عبس وتولى، وبصح من صحابي ما تقبلهاش. هذه السياسة اللي وصلت ان النبي سب اصحابه، وصلت الى عدالة الصحابة، بصح النبي هو اللي سبهم، يعني النبي هو اللي ظلمهم. وصلت ان الصحابي هو اللي يقترح على النبي ويصدق القرآن، ينزل عليها القرآن والنبي صافي خضرة فوق عشاكي ما يقولوا، يقترح يقول له حجب مرتك وينزل النبي، وربي ما يعاتبوش وعلاش تعديت على حرمة النبي، مرايحة راح تقضي حاجتها، ولا العلماء يقولوا باللي هذا 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 فحش، هذا يعني واحد مرأة رايحة ترش المعايط، ما يقولوش ابدا. إذن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمور مقدس عند جماعة عند مذهب آل البيت، عند الأخرين لا لا مدنس. أصلي صلاة
تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له حجب الجلالة تطاق إلى العرش والكرسي أحمد غدنا ونورهما من نوره يتلألأ أراه من الآيات أكبر آية وما زاغ حاشا أن يزيغ المبرأ أتاك النداء أتاك النداء يا سيد الرسل لا تخف أنا الله مني بالتحيات تبدأ أردناك أحببناك هذا عطاؤنا بغير حساب أنت للحب من شاء أنا لناك في الدنيا على الرسل رفاتا وكم لك من جاه إلى الحشر يخبأ أعد لك الحوض الذي من يأمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ أخي الله محمد وفي مدحه كذب من الله تقرأ أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه فكيف المدح من بعد إن شاء